اذكر يا رب. ابتدى يرفع بقى صلاة ربنا، صلاة عميقة وحلوة قوي، تمثل مدى حال الانسان فعلا اللي بيكلم ربنا بوضوح. اذكر يا رب ماذا صار لنا. بص بقى وشوف الحالة اللي احنا وصلنا لها. الجميل والمعزي ان ربنا في السماء مش بعيد مفصول عنا، ولكن ربنا بيراقب كل الاحوال بتاعتنا. اشرف انظر الى عارنا، شوف العار بتاعنا وقد ايه احنا في فضيحة. قد صار ميراثنا للغرباء. الميراث اللي انت اديته لنا خدوه منا الغرباء. بيوتنا للاجانب، جم ناس تانية سكنت فيها. صرنا ايتاما بلا اب، امهاتنا كارامل. خدوا بالكم الايه دي لطيفه قوي ومعزيه. بيقولوا لابويا سائل فيا ولا بيدور عليا، وامهاتنا كارامل. اتيتمنا يعني، مفيش حد بيدور عليا، مفيش حد بيسال فيا، مفيش حد بينصحني، مفيش قادر يديني حل المشاكل. لكن العجيب والحلو اذا كان يعني احنا بقينا كده ايتام ومن ضمن الارامل، فبقى من حقنا ان احنا نبقى تبع مين؟ ها، بقينا تبع ربنا، لان هو ابو الايتام وقاضي الايه الارامل. بقينا من اختصاصك. مش هو حتى كده لما كان بيكلم بني عمون وقال هخليكم ليكم ايتام وارامل، بس انا دول اللي هاخد بالي ايه منهم. عشان كده يقف الانسان يقول له انا ماليش حد غيرك، مش لاقي حد ينصحني، مش لاقي حد يقويني، مش لاقي حد يعزيني، مش لاقي حد يقف جنبي في مشكلتي. احنا حتى لو كانت بسبب خطيتي، فانت ابو الايتام وابو الارامل. شربنا ماءنا بالفضة، يعني كل بق بنشربه بندفع ايه ثمنه. حطبنا بالثمن يأتي. الحطب ده بياخدوه يعملوا فيه ايه؟ يولعوه، ملوش قيمة. ده حتى اللي بيحرقوه بيدفعوا ايه تمن. المية ليها تمن، والحطب ليه تمن، والحطب ليه تمن. وان الحتة دي احب ان انا اكد عليها قوي قوي، ان كل اللي يجي للنفس من العالم ومن الخطية تمنه غالي جدا جدا. وده اللي بيختبروه الناس بره، ان كل حاجة بيكسبوها من الخطية بيدفعوا تمنها غالي جدا جدا. اللي بيتلذذ بالدرجز او بالمخدرات او بالجنس بيدفع الثمن غالي جدا جدا. حاجة بتجيلك عن طريق الخطية ما تقولش بتيجي ببلاش، لا، بتدفع ثمنها وبتكلفه في طبته بعد كده كمان زي ما بيقول. لان ساعات الشيطان يحاول يقنعك ان الحياة مع ربنا بتتكلف. عشان تعيش مع ربنا لازم تدفع كتير، يعني تدفع من وقتك، وتدفع من صومك تجوع شوية، وتدفع من عطاياك من عشورك. يقول لك يا عم ده الحياة مع ربنا دي متعبة، يضحكوا عليك ويقفوك تصلي ساعة، او يقعدوك تسمع درس كتاب 4 ساعات. دول مجانين، انت بتدفع كتير. يديك هذا الاحساس انك بتدفع كتير، وان الحياة مع ربنا مكلفة. عارفين بالظبط زي مين؟ زي المرأة السامرية. جه المسيح قال لها اعطني لأشرب، قالت له انت لسه هتكلفني كتير، هنزل الجردل واملى مية وتشرب، وبعدين ارجع انزل الجردل تاني عشان املى مية للجرة بتاعت. لا يا عم انت جاي تتعبني، جاي تشغلني، لا انا اعرفك ولا انت ايه تعرفني، ابعد عني، سيبني في حالي. فالمسيح كده بص لها، انت فاكرة ان انا جاي اخد منك؟ لو تعلمين عطية الله ومن ذا الذي يكلمك لطلبت انت منه. انت فاكر ربنا جاي ياخد منك شوية صوم علشان توفر له شوية لحمة يديهم للناس التانية، ولا ربنا جاي ياخد منك شوية صلوات، ولا قاعدة على الكرسي في درس الكتاب، ولا شوية خلوة، ولا شوية فلوس، ولا شوية مشاعر؟ لا، ده ربنا جاي يديك مش جاي ياخد منك. طول ما الانسان بيحس ان هو بيدفع لربنا بيهرب منه، مش عايز يدفع. لكن في واقع الامر ان انت بتروح للخطية وحتكلفك التمن غالي قوي،
من صحتك ومن سلامك ومن راحتك ومن فرحك ومن حاجات كتيرة جدا. عشان كده قال شربنا ماءنا بالفضة حطبنا حتى اللي بنحرقه. غالب بيشرب سجاير، ما هو بيحرق دخان، بيحرق هواء، لكن بيدفع ثمنه. على اعناقنا مضطهد، عارفين معناها ايه دي بالبلدي؟ ايوه كده، ياخد على قفاه يعني. نتعب ولا راحة لنا، بنتعب علشان نرتاح وما فيش راحة. يقعد يشتغل 20 ساعة في اليوم علشان يكون فلوس، طب تعمل بيها ايه؟ يقول لك عشان بعد كده هستريح، اعمل اسرة ومعرفش هجيب ايه وهجيب ايه وهجيب ايه. والواحد يستريح، يفضل يدور على الراحة دي، يبس يلاقي ان كل يوم عمال يدفع 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 يتعب. نتعب ولا ايه؟ ولا راحة. اعطينا اليد للمصريين شحتنا منهم، وللاشوريين علشان نشبع خبز، بقوا مشحتين. دي مين؟ دي اللي كانت سيدة فين؟ في البلدان. اباؤنا اخطأوا وليسوا بموجودين، سببوا لنا البلوى اللي احنا فيها وسابونا ومشيوا، ونحن نحمل اثامهم. بس مش بنحمل العقاب، لا، ده احنا بنحمل نفس الايه؟ خطية، لان هم ربونا على نفس الايه؟ خطية، واستمرين احنا فيها. عبيد حكموا علينا. تخيل بقى ان يعني اللي يجي يحكم عليك اصلا كان ايه؟ كان عبد. يعمل ايه فيك؟ طلع فيه عينيك، لانه هو اصلا عنده عقدة الايه؟ العبودية. ودي تلاحظوها يعني، لو واحد كان كده مهمل وملوش قيمة وبعدين يمسكوه مركز رئاسي، تبص يلاقي طلع عينين اللي ايه؟ المرؤوسين، عنده عقدة، شعور بالنقص. فيقول عبيد حكموا علينا ليس من يخلص من ايديهم، ومحدش قادر يخلصنا من ايديهم. بانفسنا نأتي، بخبزنا من جرى سيف البرية، جلودنا اسودت كتنور من جرى نيران الجوع. عارفين التنور اللي هو الطاجن اللي بيتحط فلما بيتحرق ويتحرق يبقى من جوه ايه؟ اسود بعد مكان الطبيخ. فيقول الجلد بتاعنا اسود من كتر الجوع. اذل النساء في صهيون، العذارى في مدن يهوذا، العاطفه مذلوله، الرؤساء بايديهم يعلقون. عارفين بايديهم يعلقون يعني ايه؟ يذنبوهم. دول مين؟ الرؤساء، لما تعجز الاراده وتتشل وما تقدرش تتحرك. لم تعتبر وجوه الشيوخ، ما احترموش الشيوخ، حكمه ما احترمتش. اخذ الشبان للطحن، دوروهم زي الطور في الطحونه، والصبيان عثروا تحت الحطب. كل قوه في الانسان اتذلت. كفت الشيوخ عن الباب، كان زمان العادة يطلعوا الشيوخ يقعدوا كده على باب المدينة، حتى تلاقوا في القرية لحد دلوقتي الناس الكبار يقعدوا كده يتكوموا على بكة ولا حاجة وقاعدين. والشبان عن غنائهم، وبعدين يوصف آية صعبة قوي، مضى فرح قلبنا صار رقصنا نوحا. حتى الفرح اللي جوانا يا رب تحول إلى نوح، مش قادرين نفرح. سقط إكليل رأسنا، ويل لنا لأننا قد أخطأنا. وهنا يواجه نفسه المواجهة الصح، إن مش السبب أنت يا رب، لكن السبب إيه؟ إحنا. من أجل هذا حزنا قلبنا، من أجل هذه اظلمت عيوننا، من أجل جبل صهيون الخرب الثعالب ماشية فيه. بدل ما كان جبل عظيم ومبهج، دلوقتي بقى خربان والثعالب هي اللي ساكنة. وبعدين بص ربنا كده بقى وقال له ايه؟ آية حلوة قوي. انت يا رب الى الابد تجلس، كرسيك الى دور فدور. انت يا رب الى الابد تجلس، يعني انت اللي ايه؟ دايم، انت اللي ما بتتغيرش. كل الممالك وكل التأديبات دي بتزول، لكن انت ثابت الى الابد. وانت معروف عنك عنايتك وحبك ورعايتك وقدرتك وقوتك، زي ما بيقول يسوع المسيح، هو امس
واليوم وإلى الأبد. شوف بقى أنت تقدر، أنت تقدر تعتني بينا، أنت تقدر تغيرنا. لماذا تنسانا إلى الأبد؟ لحد أنت هتفضل نسينا وتتركنا طول الأيام؟ ارددنا يا رب إليك فنرتد. مش هقول لك رد، يعني أنا هرجع لك، لكن هقول لك إيه؟ أنت رجعني لأني مش قادر أرجع. حلوة الآية دي، ارددنا إليك، رجعنا ليك فنرجع، لأن إحنا مش قادرين نرجع، مش قادرين نتوب. توبني يا رب فأتوب، محتاج لقوة منك تشدني ليك. جدد أيامنا كالقديم، رجع العلاقة الحلوة اللي كنت فرحان بشعبك وشعبك فرحان بيك. جدد أيامنا، ادينا أيام جديدة وحياة جديدة وخلقة جديدة. هل كل الرفض رفضتنا؟ هل غضبت علينا جدا؟ سؤال كان منتظر الإجابة عليه. يا ترى يعني انت يا رب خلاص رفضتنا للنهاية؟ هل انت غضبان ومش هترجع تصالحنا؟ ردنا ليك، مش ارجع انت لينا، لان انت وعدت ان انت ها انا معكم كل الايه الايام. المهم ترجعنا ليك، لان احنا مش قادرين نرجع. ايه هو الحل؟ هل رفضتنا كل الرفض؟ الحل مفيش غير في توبة، وتوبة بمعناها علاقة حقيقية، اختبار حقيقي العلاقة اللي بينك وبين ربنا، اختبار وجود الله. تسمع الإجابة وربنا يقول لك لا، أنا ما رفضتكش كل الرفض، وأنا مش غضبان عليك جدا، لكن نفتكر الآية لنفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع إلى الرب. مش قادر ترجع لوحدك، أنا أرجعك، بس المهم إن أنت ترفع هذه الطلبة وتطلب هذه الطلبة منه. صلاة حلوة قوي قالها أرميا، وبص كده بعين النبوة وشاف الخلاص بتاع المسيح، وشاف ان هو طيب للذين يطلبونه، وطيب للنفس التي ترجوه، وان هو امنته كثيرة جدا ورحمته جديدة كل صباح. رجاء رجاء حلو جدا، لكن للنفس التي تنتظر وتتوقع بسكوت خلاص الرب. في حد يحب يسأل حاجة؟